مشاهدينا الأحباء، بالأمس وعدناكم أن بنستعرض لقطات ومشاهد من محافظة ظفار، وقبل قليل شاهدناها. هذه المشاهد كلها حصرية أيضا لقهوة الصباح، فكل التحية للمصور سعيد الهادي على هذه الالتقاطات الجميلة. ومحافظة ظفار بالفعل كل يوم تتشكل كذا بألوان جدا رائعة، خضرة يانعة وأيضا فاتنة بالفعل بمقوماتها السياحية. إذن نحن نتواصل معكم أيضا في قهوة الصباح ومن مسقط العامرة. الحديث بإذن الله في هذه المساحة سيكون عن مجال التصميم وأيضا المشغولات اليدوية والهدايا التذكارية. الحديث أكثر حول هذا المجال وهذا الموضوع تنضم معنا الآن في الاستديو الفاضلة علياء بنت خلفان الحارثية، مصممة مشغولات يدوية وهدايا تذكارية. أهلا وسهلا بك وصباح الخير. صباح النور، حياك الله معنا. وأيضا نرحب بضيفتنا الكريمة الفاضلة صالحة بنت ناصر الحارثية، مصممة مشغولات يدوية وهدايا تذكارية. أهلا وسهلا وصباحك خير. صباح النور، حياكم الله معنا في برنامج قهوة الصباح. في البداية نتكلم أكثر عن مجالكم، بما أنكم أنتم كثير مهتمين في مجال التصميم المشغولات اليدوية وأيضا الهدايا التذكارية. في البداية نحن سعيدين جدا ان نحن اليوم متواجدين معاكم واتاحتكم لنا الفرصة ان نكون موجودين في هذا البرنامج. واجبنا. ايش شغلنا بشكل عام اللي هي الهدايا التذكارية؟ نعم، كيف بدأتوا في هذا المشروع؟ ايش اللي استهواكم انكم بالفعل تكونوا مبدعين او مبدعات في مجال المشغولات اليدوية وايضا الهدايا التذكارية؟ طبعا كانت بدايتنا تقريبا قبل 8 سنوات من الحين، ما شاء الله. بس كبداية كنا في أول سنة اللي هي فقط منتج واحد اللي هو الرسم على التيشيرتات. أيوة. بألوان القماش فقط. من منطلق هذا الألوان والمنتج الواحد تطورنا إلى الطباعة على مختلف الخامات وأيضا على الهدايا التذكارية. وايضا طورنا من ناحيه الطباعه. جميل. كان الرسم فصار الحين الطباعه بالالات. جميل. دائما يعني مجال التصميم والمشغولات اليدويه والهدايا التذكاريه يحتاج اعتقد الى تجديد وايضا تغذيه بصريه، فبغيت اعرف من خلالك صالحه كيف تستوحوا الافكار انكم تعملوا حاجه مميزه ايضا للزبون؟ حالي بسبب ان نحن عندنا شغف في ذا الموضوع وصار ان فينا حماس بسبب ان تشجيع الناس لنا وكذا، فصار ان نحاول قدر ما نستطيع ان ننتج افكار جديده على حسب المواسم، على حسب المناسبه المعينه لكل شخص، وعلى حسب مثلا اذا كان في عيد الام ننتج منتجات لعيد الام، بنفس عيد الوطني، القرنقاشو، في كل هالمناسبات نحاول ان نحن بكل ما نستطيع ان نحن نسوي شيء يعني يخص المناسبه، على اساس ان نحن نكون مع الكل اللي من كل المناسبات نحن نكون متواجدين معهم. انكم تواكبوا الحدث وايضا المناسبات في عمل مثلا تصاميم معينه لكل مناسبه مثل ما ذكرتي. أيوة. صالحه، طيب عليا، يعني دائما نحن نقول ان للهديه اثر، تعمل كذا اثر طيب بالفعل للنفس، هل هناك في معايير ايضا او اسس معينه تاخذوها بعين الاعتبار في تصميم الهدايا التذكارية؟ هو أكيد هذا الشيء. فالأسس اللي نحن نتخذها عشان ننتج الهدية، في البداية نسأل الزبون أو الزبونة إيش المناسبة اللي عندكم، وبالتالي نفس الشيء نسأل هل الهدية لامرأة أو رجل، نفس الشيء العمر، لأن الهدايا للأطفال مختلفة. نعم. عن الهدايا للكبار. مثلا للأمهات مختلف عن الأطفال. نعم. بالإضافة نسأل عن الميزانية الشخص. كم السعر المناسب له؟ عشان نقدر ان ننتج له باحسن ما يمكن. جميل. وفي النهاية ننتج الفكرة والتصميم. جميل، هذه هي الأساسيات اللي دائما تأخذوها. أيوة. بعين الاعتبار. وهنا أيضا كنا نشاهد بعض الصور من تصاميمكم، حابة أعرف أيضا في خامات معينة تحبوا تستخدموها في التصميم؟ هذه بعض الصور من شغلكم. أيوة. هنا غلفنا بالقماش
أعتقد هذه الموضة الحين الدارجة. أيوة الحين. مسألة التغليف بالقماش. أيوة. ولكن أكيد تختاروا ألوان حتى. أيوة مناسبة. حتى هنا تطورنا الكوب إن كل الناس صار إن تحط صور وكذا، نحن صارنا إن الكوب نحط أكثر من عبارة وأكثر من جملة على حسب أنت وش الرغبة، هل صديق، هل أي حد شخص مناسب أنت حابة تعطيه، وش هو وش هو بالنسبة ليش نحن نسوي ليش العبارة على حسب هو المطلوب. جميل. أيوه. طيب أنا سألتك الحين سؤال، في خامات معينة تركزوا عليها في التصميم؟ أكثر من خامة. أكثر من خامة. أيوة. خامات متعددة نحن عندنا. أيوة. عندنا خامات خاصة للطباعة. أيوة. مثل أكواب، تيشيرت، ميداليات، الفريم، القمصان. والحين داخلين على البوكسات لأن في رغبة الحين واجد على البوكسات. أيوة. وتو داخلين على الأقمشة كما ما شفتي في التغليف. صحيح. صار أقمشة. أيوة. وفي أكثر من خامة نحن ما يعني ماشيين على أيوة ماشيين على كيف السنة كيف تكون على كيف تمشي الهدايا تواكب الموضة. أيوة. أول بأول. أيوة. جميل. أنا من كذا أريد أسألك سؤال علياء، يعني إيش اللي يميز مشروعكم عن المشاريع الأخرى؟ يعني الحين مثلا أول ما أشوف هذا المشروع أقول هذا مشروع علياء وصالحة. أول شيء اللي يميزنا إن نحن عنصر نسائي فقط. جميل. يعني أنا وصالحة فقط اللي ننتج كامل الشغل. الشيء الثاني نفس الشيء، نحن نقدم الخدمة من البداية إلى النهاية بنفسنا، يعني ما نتعامل مع مثلا المطبعة خارجيا، لا نحن كل الأدوات والمعدات متوفرة. أيوة متوفرة معنا والخامات. فنحن من بداية الفكرة اللي يختارها الزبون إلى ما ننتهي في التسليم، حتى أحيانا نحن نسلم الزبون وأحيانا نتطرق إلى أن شركات التوصيل والمندوب، بس بشكل عام من البداية إلى النهاية بنفسنا نشتغل. جميل. شكرا لكم تواجدكم اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. شكرا لك يا علياء بنت خلفان الحارثية، مصممة مشغولات يدوية وهدايا تذكارية، وشكرا لك أيضا صالحة بنت ناصر الحارثية، مصممة مشغولات يدوية وهدايا تذكارية. شكرا على هذا الحديث الجميل. شكرا موصول لك. شكرا. مشاهدينا نتواصل معكم أيضا في قهوة الصباح. نروح الآن إلى فاصل وبعدها إن شاء الله راح نرجع لكم إلى الربط المباشر. كونوا معنا.